طيب في دلوقتي انا شايفه حاجه كده من ملاحظاتي البسيطه، بصي تلاقي الست اللي سايبه العيال ولادها يعملوا اللي يعملوه، ما فيش بقى اي بقى اللي هي الحاجات اللي بتاعت الام المحنتفه اللي هي ايه يا حبيبي لا وصدرك وتحط له ورق جرايد جوه في صدره وبتاع وحاجات من دي اللي هي زياده عن اللزوم، اللي بتعتني زياده عن اللزوم. تبص لها العيل ده يعيا كتير قوي، والتانيين اللي امهم طلقاهم في الشارع ويعملوا اللي انتوا عايزينه ومفيش مناعة. مشكله خالص. بص لا لا اسم الله ما شاء الله، يعني خمسه عندهم مناعه. نفس اللي احنا شفناه بالظبط، انه لما حصلت الكورونا اكتر دول كانت بتهتم قوي بالنظافه وبالدنيا وكل حاجه فله بتشف وترف كده، الناس دي اكتر ناس بقت بتموت لها ناس يوميا بالالوفات. والناس اللي هم على قد الحال، مش هقول زي حالتنا يعني، اللي هو اللي شبهنا يعني، اللي هم مخلينها على الله، الناس دي كان عندنا اصابات بس مش بالحجم اللي احنا شفناه بره ده. خليني اقول لك مثل قريب من حضرتك بتقوليه. في بعض الدول كان جزء من سياستها انها توصل لزيرو كورونا. ايوه. وكانت وصلت لزيرو كورونا. ثم العالم كله رجع تاني، فهم الكورونا عندهم قلت وبقت زيرو كورونا، ثم فجاه في الدول دي بالذات بدات منحنى الاصابات فيها يزيد. المفاجاه زي الصين دلوقتي كده. يعني ما يعني هو ده المثل اللي كنت عايز اديه. ثم المفاجاه ان رغم ان منحنى الاصابات بيزيد، هم خدوا اغرب قرار ما خدوهوش خلال 3 سنوات. ايه بقى؟ ان هم يلغوا كل القيود. يلغوا كل القيود. بيقلدونا طبعا. كويس. يعني فخلينا نقولها بطريقه علميه. هم اكتشفوا وتعلموا ان احسن طريقه للوقايه هي ان انا اصاب بالسب كلينيكال انفكشن او كويس، لان مش معنى ان انا اصيب ان انا هتبقى الدنيا حاله شديده. ايوه. كويس، لا انا هصاب، ممكن انا مناعتي قويه هحتوي المرض. وزي ما كنت بقول في عز الدلتا اللي كان أسوأ متحور ظهر في كورونا، كانت نسبه الاصابات الطفيفه 85%. كويس، والمتوسطه حوالي 10% والشديده الخطوره 5%. ال 85% دول اصبح عندهم مناعه، ومناعه شديده حمتهم بعد كده من اي اصابه. ايه هي دي الفكره؟ هم اتعلموا الدرس ده في وقت الاجراءات الاحترازيه في 3 سنين عندهم قيود لا نهائية. طب في الوقت اللي هو فيه الشهر ده عندهم أعلى نسبة إصابات، وفي نفس الوقت اللي خدوا فيه قرار بلغي كل الإجراءات الإيه الاحترازية، اللي اتعلموا إن أحسن طريقة للوقاية مع التطعيمات ومع التزامنا بإجراءات الوقاية إن إحنا ناخد الإصابة بطريقة ومناعتنا تبقى قوية، فناخد المناعة الطبيعية أو مناعة القطيع. طب اسمح لي أقول جملة وحضرتك صححني لو الجملة دي صح أو غلط، ده من واقع أنا كده اللي بلورته من كلام حضرتك. السبب في كثرة الإصابات بالأمراض، وخاصة النهاردة بنتكلم عن إنفلونزا، بنتكلم عن كورونا أو غيرها، دوار البرد اللي هي العادية دي، السبب فيها حاجتين، إما عدم التعرض خالص بالحفاظ زيادة عن اللزوم فده بيجيب نتائج عكسية، أو فرط استخدام المضادات الحيوية للأطفال من صغرهم، فأنا مش مدية فرصة لجهاز المناعة يعبر عن نفسه ويشتغل بقى، أنا عاملة له إحباط على طول، مدياله مضاد حيوي طول الوقت، فما هيشتغل إمتى؟ انا بشكرك طبعا على الجزئيه الثانيه بالذات. ها سوء استخدام المضادات الحيويه لابد ان احنا نقف ونحط ايدينا. احنا من في عز الكورونا، وفي عز الكورونا ما كانت تمثل خطر شديد علينا، كنا دايما بنرفع جرس انذار هنشهد التهابات رئويه مقاومه للمضادات الحيويه، وهتبقى مشكله اكبر من مشكله الكورونا. أيوه. وده اللي العالم كله بدا يلاحظه دلوقتي. أيوه. على فكره سوء الافراط في استخدام المضادات الحيويه ليست مشكله مصريه، هي مشكله عالميه. مشكله عالميه فعلا. لكن احنا عندنا عشان برضو ان احنا ممكن اصرف المضاد الحيوي من الصيدليه بدون رجوع لطبيب، فالمشكله ليها ابعاد اخرى سهل السيطره عليها ووضع قيود ليها داخل مصر. أيوه. ان احنا نقدر نسيطر عليها. لكن زي ما حضرتك قلتي، سواء في الاطفال او البالغين او الكبار، الافراط في المضادات الحيويه سيؤدي الى ظهور التهابات مقاومة للعلاج بشدة. وبدأنا نلاحظ الأيام دي، بدأنا نلاقي طفل أو راجل كبير عنده التهابات رئوية وكل المضادات الحيوية اللي احنا بنستخدمها مش شغالة معاه، مش شغالة معاه، تيجي المزرعة كلها مقاوم 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 مقاوم. فأرجو إن احنا دايما نفكر قبل ما نستخدم مضاد حيوي إن هو نرجع مش للطبيب فعلا. صحيح. ونراجع الطبيب حتى. أيوة. سبب استخدام المضاد الحيوي وده يبقى اخر حل، مش اول حل. مدته قد ايه بالظبط؟
طب دكتور حسام حاجه كمان، هل في ادويه معينه مثلا وقائيه لحمايه الجهاز التنفسي او ان احنا بيدعم الجهاز التنفسي؟ ما فيش ادويه، كانت الفكره بتاعت الكورونا زنك وفيتامين سي وفيتامين دي والكلام ده كله اللي هو اللي كان بياخدهم برده كان بيجيله وكان اكتر ناس بيجيلهم كويس، جهاز من فرط حرصهم في الخوف او فرط خوفهم وإكينيشيا فهم كويس هم اللي يوطي المناعه خمس حاجات، حاجه احنا كلنا فيها التوتر النفسي، تغير الجو الحاد من برد لسقعه ومن سقعه لبرد، فلا من تكييف لهواء ساقع دي توطي المناعه جدا، وعشان كده ده سبب انتشار الفيروسات في مرحله الشتاء. التغذيه الغير سليمه، التدخين سواء السلبي او الايجابي كويس، كل الحاجات دي بتغطي ايه؟ المناعه. عاوز اقوي المناعه، ابعدي قدر المستطاع عن دول، يعني تغذيه سليمه لازم طفلي او انا او اهلي من كبار السن يبقى طبق السلطه والفاكهه الطازجه ده جزء اساسي. تغير الجو الحاد بنبعد عنه، مفيش تدخين سلبي او ايجابي، والتوتر ربنا يكون في عون العالم كله عليه. كويس، نحاول بقدر المستطاع ان احنا نبعد عن التوتر. الناس اللي بتفرط قوي كمان في الفيتامينز، كل يوم فيتامين سي 1000 ملي جرام وكبسوله الزنك وكبسوله فيتامين دي وكبسوله الاوميجا 3 ومش عارفه مين عمل ايه وكل يوم، هو بتحس ان لو ما خدش الفيتامينات دي مش هيعيش بقى خلاص كده، هيحصل له اعاقه. ده دواء ولا مش دواء؟ ده دواء له دواعي استخدام ولا مش دواعي استخدام؟ ليه دواعي استخدام؟ يعني انا فيتامين دي ده مهم جدا للجسم لكن ليه تحليل، لو انا التحليل بتاعي طلع جيد جدا هستخدمه ليه؟ لو قليل ما اخدوش ليه؟ طب وانا لو خدتهم هو في حاجه ملهاش مدار؟ يعني انا استخدمه، طب استخدمه لمده قد ايه؟ وبجرعه قد ايه؟ كويس؟ لان انا لو استخدمت فيتامين سي مثلا بجرعات كبيره لفترات طويله له مدار. لكن ما حدش سال على مداره. الافراط في استخدام الفيتامينات له اضرار بيأثر على ايه يا دكتور؟ يعني على حسب نوع الفيتامين.